الدكتور مولي سعيد عفيف رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية ورئيس الفيدرالية الوطنية للصحة وكذلك عضو في اللجنة العلمية للتلقيح ضد كوفيد. اللجنة العلمية للتلقيح فهي موجودة، كاين اللجنة العلمية دائما كانت ومعترف بها في المنظمة العالمية للصحة، واللي تترأسها هو البروفيسور مولي الطاهر العلوي اللي كان رئيس الهيئة للطبيبات والأطباء سابقا، واللي كان أيضا رئيس اللي كان عميد كلية الطب والصيدلة بالرباط، فهو اللي تترأس اللجنة العلمية الكبيرة. وكذلك هذه اللجنة هذه ديال التلقيح، اللجنة العلمية ديال التلقيح ضد الكوفيد، واللي فيها عدة خبراء من عدة اختصاصات، وهذه اللجنة العلمية فالدور ديالها علمي محض. أولا سيرات التجارب السريرية، وكذلك غادي تتابع حتى هذه المرحلة ديال التلقيح باش الحمد لله كل شيء يدوز بخير، ولكن تنعود نأكد فالدور ديالها علمي محض. أولا وقبل كل شيء احنا تنعرفوا بأنه في قاع الدول دابا اللي متقدم بزاف كاينه بريطانيا، ولكن خصنا الناس خصهم يعرفوا بأنه بالنسبة للصين اللي احنا خدينا من عندها هذا اللقاح ديال سينوفارم اللي تمكننا باش ناخذوه بفضل تدخل وفضل التعليمات والتوجيهات ديال صاحب الجلالة نصره الله، اللي مكنات المغرب باش حتى هو يدخل في التجارب السريرية، بما اننا دخلنا في التجارب السريرية مع تسعود ديال الدول الاخرين كالامارات والبيرو والارجنتين، فهذا اعطانا الحق اولا. دونك هذه كانت نظرة استباقية ديال صاحب الجلالة. اما كون جينا حتى لدابا عاد نديروا لا كوموند راه خصنا نتسنى واحد 7 شهور ولا 8 شهور اخرين. اذا المغرب خصو يكونوا فخورين ببلادنا اننا غادي نكونوا من الدول الاوائل اللي غادي يبدا فيها التلقيح. كاينين بعض الاجراءات اللي خصهم ولا بد يدوز منهم باش يمكن يوصل. هاد الاجراءات تتقوم بهم الصين وسينوفارم، وان شاء الله في الايام القليله القادمه غادي نتمكنوا باش نبداو التلقيح. اللي خص يعرفوا المغاربه بانه كل شيء موجود باش عير يوصل، راه كاين غادي يكون يتخزن في السونتر ديال مولاي رشيد. لافونتاج ديال هاد التلقيح انه لقاح التجارب السريريه اللي درت هنا درت على 600 متطوع، 300 خداو اللقاح و300 ما خداوش اللقاح بلاسيبو، وهاد الناس كان التتبع ديالهم يوميا، وبين التتبع ديال هاد المتطوعين انه ما كاينش اعراض جانبيه خطيره. فالاعراض الجانبيه هي الاعراض اللي تنشوفوا مع اللقاحات، كوجع في الراس، كاحمرار في البلاصه ديال التلقيح، كالام، كشويه ديال العياء، كشويه ديال الارتفاع ديال الحراره، وهذا الشيء تيزول بضعه ايام من بعد التلقيح. غيكون اجباري بلا اختياري؟ التلقيح حنا عندنا المغرب عنده واحد تجربه عاليه في ميدان التلقيح، وبدينا في 1987 البروغرام إلارجي دو فاكسيناسيون، وحنا خصنا نعرفوا بانه المغرب الجدول ديال التلقيح فهو تضاهي الجدول ديال الجداول ديال اللقاحات ديال الدول المتقدمه كالمانيا كفرنسا. اذا في هذه الناحيه المغرب متقدم. الخاصيه الاخرى ديال المغرب اننا التغطيه اللي عندنا ديال اللقاحات فايته 95%. هذا مثلا الا خدينا مثال بحال فرنسا، ففرنسا كانت الوغ كو حنا ما عندناش لقاحات اجباريين. فرنسا الوزيره ديال الصحه السابقه اللي قبل من هذا اوليو فيرون كانت مجبره باش دير اجباريه التلقيح ديال 11 لقاح عند الاطفال. علاش؟ باسكو نزل عندهم ذاك التغطيه، وكانت عندهم مثلا بؤر
ديال بوحمرون في كليرمون فيرون. كنتكلموا على اجباريه او اختياريه بالنسبه للفيروس كورونا. لا، بالنسبه للفيروس كورونا فحنا المغرب كاع كيما كاع الدول فهي اختياريه، ولكن خص يكون عندنا حنا الحس الوطني، وراه عندنا الحمد لله في المغرب انه المغاربه عندهم هذا الحس الوطني. لحقاش فاش تنحمي راسي؟ تنحمي اللي داير بيا. وحنا تنعرفوا اولا وقبل كل شيء انه كل واحد فينا عنده في الاسره ديالو والديه ناس كبار، ناس مثلا في عائلته عمو ولا خالو ولا هذاك عندهم امراض مزمنه، فاذا خصو يحمي راسو ويحميهم هما باش ما يكونش الاثار عليهم. وحنا شنا بانه هذا الكوفيد فهو اثر علينا اجتماعيا، اثر علينا اقتصاديا، وما كاينش شي واحد اللي الله يستر ما تصابش شي واحد في العائلة ديالو دابا ولا كل شيء كتر هاد الشيء هذا. إذن بقى لنا السبيل الوحيد هو التلقيح. إذن الدولة دارت المجهودات باش تجيب اللقاح، فاحنا علينا باش نخارطوا في هاد البرنامج ديال التلقيح باش تكون عندنا واحد المناعة جماعية اللي غادي تمكننا فاش نوصلوا لها أننا نرجعوا لواحد الحياة العادية. وهذا الشيء اللي خصنا نعرفه أنه رخصنا الوقت باش نوصلوا لهاد فوق 60%. الدولة بغات دير 80% ديال الناس اللي عندهم أكثر من 18 سنة، حنا إلا فتنا 60% تيكون هاد المناعة الجماعية اللي تجعلنا نرجعوا للحياة العادية. ولكن قبل ما نرجعوا للحياة العادية الناس خصهم يعرفوا بأنه خصنا نبقاهم متقيدين بالتدابير الاحترازية لعدة أشهر على ما نوصلوا لهذيك المناعة الجماعية. والناس خصهم يعرفوا ماشي غيدير اليوم اللقاح وغدا غادي يصبح محيد الماسك وداك الشيء، هادشي راه ما كاينش. خصو يدير اللقاح، اولا اللقاح باش يكون كافي تتعطى في جرعتين. اذا الا دار الجرعة الاولى ما خصوش يمشي، خصو ولا بده يرجع 21 يوم من بعد باش يدير الجرعة الثانية. تكلمتي على الجرعة الاولى والجرعة الثانية، بغينا نعرفوا الثمن ديال هذه الجرعات واش غيكون هذا اللقاح مجاني؟ لا، حنا الدوله مكلفه باش نكونوا هاد الدوله اللي دارت صندوق واللي دارت كاع هاد تبع التوجيهات الساميه ديال صاحب الجلاله ننصر والله اللي دارت كاع هاد الشيء باش نكونوا واعيين. ما غاديش تحير في اللقاح لحقاش بغينا العجله الاقتصاديه ترجع، ولكن يقدر انهم الناس اللي عندهم تأمين، مي هذا الشيء ماشي شغل المواطن، هذا الشيء الدولة مع الصناديق ديال التأمين. المهم اللي شغل المواطن هو أن الدولة غتوفر له اللقاح إما مجاني ولا مؤدعا، ماشي هو شغله، هذا الشيء ما بين الصناديق وما بين الدولة. إذن الدولة دايرة جميع المهم عندها هو خصها الناس يديروا التلقيح، وخص أكثر من 60% يكونوا ملقحين باش تكون عندنا ديك المناعة الجماعية. واللي بغيت نزيد انه كاين اللقاح جرعة الاولى في الاول، جرعة الثانية 21 يوم من بعد، ولكن خصو يتسنى 4 ديال الاسابيع عادي يكون عنده المناعة. اذا في هاد الوقيتة كاملة ما بين الجرعة الاولى وما بين المناعة خصو يبقى محتارم التدابير الاحترازية مزيان باش ما يصيبوش داك المرض ديال الكوفيد وما يستافدش من انه دار اللقاح. هيك هادشي راه وقع الناس اللي في التجارب السريريه شي وحدين 7 ولا 8 فاش داروا ما بين اللقاح الاول واللقاح الثاني داروا الكوفيد، راهم ما بقاوش متبعين في التجارب السريريه. بالنسبه للمناطق النائيه كيفاش غتكون العمليه؟ يعني خاصه كاين جبال كاين هذا، يعني صعوبه يعني اننا نوصلوا لمجموعه من الناس في الديور ديالهم، كيفاش غتتم العمليه؟ خصنا نعرفوا بانه المغرب هذا هو المزايا ديال المغرب في ميدان التلقيح، بانه مثلا في 2011 لقحنا 11 مليون نسمه من ضد بوحمرون وضد لاريبيول من 9 شهور حتى ل 19 العام. وهاد 11 مليون ماشي كلهم في المدينه، راهم في المناطق النائيه. اذا المغرب عنده وحدات متنقله، عنده ثلاجات باش في هذه الوحدات المتنقلة تتمشي، وهاد العملية باش يعرفوها الناس راه ما تديرهاش وزارة الصحة بوحدها، راه تديرها وزارة الصحة بشراكة
مع وزارة الداخلية، مع الأمن، مع الدراك، مع القوات المساعدة، مع الأطباء العسكريين. إذن كل شيء مجهز، كما كنا واحد القطاع صحي واحد ضد الجائحة في القطاع العام، القطاع الخاص، القطاع الجامعي والقطاع العسكري، فكذلك في التلقيح راه قطاع صحي واحد باش ننجحوا هاد العملية ديال التلقيح ونخرجوا من هاد الشيء هذا. لحقاش كنا عينا وحنا تنشوفوا هاد الناس تزايد ديال اللي تيمرضوا، وكذلك الناس اللي في الإنعاش وهذا هو الخطير في التزايد، وكذلك عدد الوفيات في التزايد. إذن باش نحبسوا هاد الشيء سبيل الوحيد هو التلقيح. راكم تتشوفوا عبر العالم كل شيء تسنى بفارغ الصبر التلقيح. وانا معكم شحال من جمعة كتبغي المغاربة؟ الى حسبنا حنا غادي نديروا واحد 22 مليون راه ضربه بجوج ديال الجرعات اللي غادي نحتاجهم. متى نقول وتنعود فالدولة وتنعودها بفضل التوجيهات ديال صاحب الجلالة راه دايره جميع. لحقاش حنا ما كاينش عي سينوفارم راه دارت مع أسترازينيكا، راه كاينين دابا مع فايزر، كاينين مع ديال روسيا. إذن الدولة دايره جميع الوسائل باش توفر هاد الجرعات اللي خاصين باش نوصلوا لهاد العدد ديال 80% ديال الناس اللي عندهم اكثر من 18 سنة. ولكن عبر مراحل، المرحلة الاولى غادي تهم الاطر الصحية، غادي تهم الاطر الامنية، غادي تهم الاطر ديال التعليم، وغادي تهم الفئات الهشة حكومة اللي فيهم المشكل اللي عندهم اكثر من 65 سنة واللي عندهم امراض مزمنة بحال السكري، بحال ارتفاع الضغط، بحال امراض القلب الى غير ذلك. كاين الناس مستبشرين خير باللقاح وهذا، ولكن الانتربول كتحذر من اللقاحات المزوره تقدر انها تدخل للمغرب. يعني لا لا عندنا لا شو مال المغرب راه دوله قائمه بدتها، ما يمكنش شي واحد باش تعرف فيها انت وسير قلبي على شي حاجه دواء ولا شي حاجه الا ما كانش عنده الترخيص وما عندوش لايمان. اي لقاح ولا اي حاجة تتوصل مثلا الناس الى شي واحد بغي يدير شي حاجة بشي طريقة ماشي هي الطريقة اللي دايره الدولة فهو تيتحمل مسؤوليته في هادشي هذا. ولكن الطريقة اللي دايره الدولة راه كاينه واحد لا امام وراه تيدوز هي لوتوريزاسيون دو ميز سور لو مارشي وتيدوز عبر مراحل وتيدوز من الجمارك. اذا ما يمكنش يكون هذا الشيء صف الى شي واحد دارها من ديتو راسو هنا تيتحمل المسؤوليه ديالو. وهنا هذا الشيء راه الا كانت عنده شي عواقب عليه راه هو تيتحملها. اذا الدوله اي حاجه راه عندها لوتوريزاسيون دو ميز سور لو مارشي، وهذا اللقاح غادي تكون عنده إيه في اطار الاورجونس ولكن ني عنده لوتوريزاسيون دو ميز سور لو مارشي، وحتى شي حاجه ما يمكن ليها الدخول الا ما كانش مراقبه من طرف الدوله. كلمه اخيره للمواطنين باش نصحهم من هذا المنبر ديالكم، تناجدوا المواطنات والمواطنين انهم يحترموا التدابير الاحترازيه اللي هي الوضع السليم للكمامات. وحنا تنشوفوا ان الناس اللي دار كمامه في عنقه، اللي دار كمامه في جباتو، اللي معلقها في يدو، فالله يخليكم كمامه وضع سليم اللي تجمع الانف وتجمع الفم والذقن، وما الى قاسها خصو ولا بد يغسل يديه بالمعقم. كذلك التباعد، وهنا تنأكدوا على التباعد والغسل ديال اليدين عده مرات في النهار بالماء والصابون ولا بالمعقم الكحولي. واللي خصهم يعرفوا الناس بانهم الاطقم الطبيه راه تعبات وعيات وراهم واقفين من شهر مارس بدون انقطاع 24 ساعة على 24 ساعة. وركوا يعرفوا بأنه أكثر من 4000 من هذه الأطقم الطبية، أطباء، طبيبات، ممرضات، ممرضين، تقنيين اللي تصابوا. وكذلك راه عندنا أكثر من 50 طبيب اللي توفات الله يرحمهم، منهم أصدقاء قراب لنا بزاف وأثروا فينا كالأستاذ الدخيسي. فلهذا
الله يخليكم كفى من هذا الشيء ديال الموتى اللي تنشوفوا في الاطر الطبيه. وانتم اللي خصكم هاد الناس اللي واقفين دائما تستحضروهم في الذاكره ديالكم وتقول خصني نحترم التدابير الاحترازيه لحقاش هذا هو المرض اللي لا الفرد احترم تعود داكشي بالخير على الجماعة. مرحبا. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.